الصالون يعني من حيث الإقبال هو إقبال لا بأس به. كان البارح كان فيه إقبال كبير جدا، كما عهدناه هو صالون دولي للكتاب، ملتقى للمفكرين واسمه فرصة للقاء بالكاتب بقرائه. فيما يخص جناح المؤسسة الوطنية للفنون المطبوعة، هو جناح يحتوي على أكثر من 2230 عنوان في شتى الاختصاصات والمجالات، من الرواية إلى القصة إلى كتاب تاريخي. إلى هناك برنامج للبيع بالتوقيع لبعض كل المؤلفين والكتاب بالمؤسسة. نذكر على سبيل الذكر للحصر الأستاذ وسيم الأعرج، الأستاذ شيتور شمس الدين شيتور، الأستاذ ربيعة جلطي، الأستاذ أبو عياد إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك المؤسسة حاضرة في عدة ملتقيات فكرية في هذا الحدث، وتشارك بهذا الحدث بعدة أدباء وفكرة. أذكر وسيم الأعرج، زينب العوج، إكسترا. مؤسسة في هذه الطبعة تدخل بأكثر من 40 عنوان في شتى المجالات، من الرواية إلى الكتاب التاريخي إلى الكتاب الثوري. إلى عندنا كاين سلسلة من الكتب إعادة الكلام، ماشي إعادة، المؤسسة تحت وصاية وزارة الثقافة قامت بطبعها، وهي كتب للذين تحصلوا على جائزة علي معاشي لفخامة رئيس الجمهورية سابقا. هذه السلسلة بدأنا فيها، وهي تحتوي على أكثر من 47 كتاب فائز بهذه الجائزة. بدأناها نحن أعتقد في العدد 22، يعني من أصل 27 عنوان. الإقبال هذه السنة ما شاء الله، يعني الإقبال كما البارح واليوم كاين إقبال كبير في الكتاب الجامعي. شاركنا هذه السنة ما يقارب من 1300 عنوان. حاولنا أن نرضي جميع الطلبة. من بين 1300 عنوان عندنا 80 عنوان أعيد طبعها، ما بين 80 حتى 85 إلى أواخر أكتوبر. أيضا من بين 1300 عنوان عندنا إصدارات جديدة بين 80 حتى 85 ثانية إصدار جديد. هذه السنة لاحظنا الإقبال الكبير في الكتب العلمية في مجال علوم طبية. هناك طلب كبير على الكتاب العلمي، خاصة كتاب طبي. يجي في المرتبة الثانية الكتاب في القانون، كتب في القانون عليها إقبال كبير. نقاط البيع هناك في ساحة أودان، نقطة بيع في ساحة أودان، وهناك نقطة أخرى في شارع دي دوشمورات. لا، نحن المهمة تاعنا هي نشر العلم والمعرفة. كل سنة ديوان المطبوعات الجامعية يعمل المجهود بأن الطلبة والأساتذة والباحثين يعني يلقاو المراجع تاعهم في المكتبة تاعنا ولا في السلا إن شاء الله.
قلت المعرض يجري في ظروف عادية، يعني دار القصبة متعودة في يعني على هذا المعرض ونشارك في كل طبعة، لكن الشيء الأساسي هو أننا في كل طبعة نأتي بعدد معتبر من العناوين، لأن نعرف كاين إقبال جيد، كاين طالب على أنواع عديدة من الكتب. احنا دائما نحاول نلبي رغبة الوافدين على المعرض والقراء بصفة عامة. مطلوب الكتاب التاريخي، تاريخ الجزائر القديم أو تاريخ الجزائر الحديث، كذلك يعني تاريخ ثورة التحرير، كذلك روايات، الكتاب الجامعي، كتب الأطفال، يعني كان طالب كبير على الكتاب الذي يخص الجزائر سواء في الماضي أو في الحاضر. احنا نزلنا المعرض ب 25 عنوان جديد يعني صدرت في هذه الفترة، وهذا عدد يعني معتبر حتى في دور النشر الكبرى في العالم، يعني تطبع أو تنتج أقل من هذا العدد أو ما يساوي هذا العدد، وهذا يعني نظرا يعني نحاول دائما نلبي رغبات القارئ ونكون في الاستماع، لأن دائما فيه طالب كبير على يعني أنواع عديدة من الكتاب في الجزائر لدى القارئ الجزائري. صحية طبعا، يعني ما أي واحد يختص في يعني نوع معين يعني ظاهرة صحية. المهم هو أنه يعني الكتاب يكون سواء من حيث المحتوى أو من حيث يعني الشكل يكون في يعني في شيء أو في صيغة تجعل القارئ في ارتياح. جناح المملكة السعودية يمثل الجهات الحكومية المشاركة، وعدد الجهات 10 جهات حكومية بين وزارات وجامعات سعودية ومكتبات عامة، يضم 750 عنوان، يضم 5000 كتاب. السنة هذه يتميز الجناح بجزئين، جناح خاص لذوي العوق البصري بلغة برايل، وكذلك جناح للطفل. العام الحالي حاولنا نضع جناح برايل لأن فئة غالية على قلوبنا جدا، مثلا المصحف الشريف بطباعة برايل طبع على 6 أجزاء، كذلك الكتب الدراسية من العلوم والهندسة والحاسب والأحرف الأبجدية جميعها بلغة برايل، ويتم إهدائها مجانا. We'll be right back.
إلى معرض الكتاب للبحث عن كتب علمية. فكرتي عن المعرض ككل هي وجود معارض الكتاب جدا مهمة لنا كطلاب وللناس اللي يحبوا يبحثوا عن الكتب العلمية أو الثقافية بشكل عام. بشكل عام لقيت، ولكن أنا أفضل أكثر أنه كمان يكون تواجد أكثر للكتب باللغة العلمية باللغة الإنجليزية كمان، يعني بحيث أنه يكون معرض دولي. إحنا الآن إحنا صحيح نقرأ في الجامعة باللغة الفرنسية، ولكن إحنا نحب أن نطلع على كتب باللغة الإنجليزية، لأن العلم دائما متطور ودائما يتوسع.